الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله 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 متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل ذابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلمة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدور بعد تنقله في البطون والدور فأنهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه حين قرب عن وجه هذا الحبيب على ذي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود نتج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله من خواص الأمة أن يهدر عند رده أمة إيسا بجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كسب الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور على عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Thank you.
تبارك من نعم الورى من واله وأوسعهم فضلا بإسباب نعمته وقدر أرزاقا لهم ومعيشا ودبرهم في كل طول ونشأة أحاط بهم علما وأحصى عديدهم وصرفهم عن حكمة ومشيئة ولله بين المؤمنين ومنهم بكل زمان كمنيبين ومخبتين وكم سالك كم ناسك متعبدين وكم مخلصين وكم صابرين كم صادق متبذلين إلى الله عن قصد صحيح ونية وكم قانتين قوام في غاسك الدجى من الخوف ما يناجي بآيات القرآن إلهه بصوت حزين مع بكاء وعبرة وكم ضامر الأحشاء يطوي نهاره بحر هجير ما تهنى بشربتي وكم مقبلين في ليله ونهاره على طاعة المولى بجد وهمة وكم آمرين بالرشد ناهين عن الردى سريع إلى الخيرات من غير فترة وكم من ولي للإله بأرضه وكم عارف مستهدر في المحبة وكم من أمين حامل بأمانة من السر لا تفشى لأهل الخيانة وصاحب كاشف قد تجلت بقلبه الحقائق في أطوارها العلوية عباد كرام
ولولاهم بين الأنام لجبتكات جبال وآلد لارتكاب الخطية. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من أحسن الأخلاق بما تتبع كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم من مكارم الأخلاق سرقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا، بررهم فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الشمال وله شفيع رحيم لليتيم والأرملة، وله ما سولت أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأنبياء من البرية. ومن نشر ثيبه تعطرت الدرب والمنازل، وكان في ذكره تطيبت المجالس والمحافل. الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سير الوجود. أجمل في وصف الحكيم وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السهاب عناده. وبحب صدر القلب في تدبير ما أخذ العلم من ركوع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه وسلم. إني أن أمسك عند الأكلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخلق كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله برسول سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعل سعيه فيه مشكورا، فعلي فيه محمودا، ويكتب أعمالي في الأعمال المقبولة، وترجوي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال، فتعود الله في روح الرب عزتي، تحت الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة،
على أبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن الكرد ومظهر قاسم دارك في عبادك وساكب وشي إرشادك لأهل بلادك سيد الكون وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقي من المعدين ولأهلك من الحق. اللهم إنا لنأتمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وغنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك من جاءته من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر على الحنيف ونصر أولاه وظاهره رحمه بركة وشريف رجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأهل رؤية الدين الذي في جميع الأقطار منشورة وعلم الإسلام والإيمان كافية معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وارفع العذاب بولاة الحكيم في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر المعانين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في الأعمال بطاعتك وصدقك في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وإليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر صالح عباده تتنزل الرحمات والبركات والسكنات والخيرات والمسرات بجاه سيد السادات وتدفعنا الآفات والعاهات والبليات والصلاة والسلام على سيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله ذوي النفوس الطاهرات وأصحابه الأنجم الزاهرات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معنا في المرابع وأصبح سفر راحل وأمس الغلق والبال من بعده مكدر ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله. الحمد لله سوري هاري yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tak lain tak bukan yang pertama dalam rangka untuk
penutupan ikhtitamul majlis yang diasuh oleh Sayyidil Walid Murabbi Ruhi wa Jasadi Al-Marhum Al-Maghfurullah Al-Habib Abdurrahman bin Husin Asgaf Bahlaika Majlis Ahad Suri Majlis Riyadus Salihin walhamdulillah dihadiri dengan para tamu-tamu yang mulia, khususnya bersama kita orang tua kita Al-Habib Hasan bin Hud Asgaf, dan tak lupa guru kita Syekh Samih Jamal Al-Kuhari beserta para habaib yang Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, dan tak mengurangi rasa hormat, takdim dan cinta saya kepada antum semua. Al-Fakir sebagai pembawa acara untuk malam, untuk sore, dan mungkin insyaAllah sampai nanti ba'dal maghrib, di waktu yang singkat ini menyampaikan beberapa susunan acara dan tarhib kalimat untuk menyambut dan berterima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan ataupun tutur kata ataupun prasarana tahun sumsi ataupun yang lainnya yang tidak berkenan di hati antum-antum semua. Dan kita segenap keluarga daripada Al-Habib Abdurrahman bin Husin Asgaf Bahlaika sekali lagi meminta maaf yang sebesar-besarnya bila mana beliau yang sudah satu tahun ini meninggalkan kita mempunyai banyak salah, kekurangan, kekhilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Memang manusia tidak akan pernah sempurna, namun tadi sudah kita dengar dan diperdengarkan daripada untaian kalam indah qasidah daripada Al-Habib Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad wakam-wakam berapa banyak daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tangan-tangan kanan Allah, paku-paku bumi, dan sufarullah fil ard, mereka lah duta-duta Allah di atas muka bumi, dan mereka madarullah fil ard, tempat perhatian Allah di atas muka bumi. Dan walaulahumu, jika sekiranya bukan karena mereka, kita ini tidak akan pernah ada, kita ini akan binasa, kita ini akan celaka. Walhamdulillah, jangan sampai kita tergolong daripada hamba-hamba yang diharamkan daripada kebaikan-kebaikan hamba-hamba Allah yang banyak beribadah, yang banyak istiqamah sehingga mendapatkan banyak karamah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah di sore hari ini kita dikumpulkan tak lain tak bukan, yang pertama tadi kita sama tahu untuk ikhtitamul majlis, yang kedua yaitu untuk menghormati, memuliakan daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub wa Allahumma la tahrimna khairan ma 'indaka bi syarri ma 'indana. Dan ini merupakan asas adat yang sudah sangat mulia yang ditanamkan di hati-hati daripada orang-orang beriman, khususnya ahli sunnah wal jamaah, untuk memuliakan dan mengalap barokah daripada mereka hamba-hamba Allah, wali-wali Allah yang ada di atas muka bumi. Dan kita husnudzon, mudah-mudahan beliau-beliau itu semuanya para guru-guru kita termasuk daripada bagian tersebut, dan mudah-mudahan kita juga termasuk daripada sedikit bagian yang mendapatkan barokah daripada mereka hamba-hamba Allah yang telah banyak diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana sirf 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana ghurama. Yang mana mereka hamba-hamba Allah yang penuh dengan tulus, yang penuh dengan ikhlas, yang penuh dengan tawadhu, tak lain tak bukan semua tujuannya, visi misinya, target hidupnya, setapak demi setapak, setiap nafasnya, setiap langkahnya, setiap harinya, tujuannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengajak kita semuanya untuk bisa kembali istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah wa syukrulillah. Dan insyaAllah sore hari ini ikhtitamul majlis kita natabarrak wa nastafid minal kalam yang akan disampaikan daripada guru kita yaitu Syekh Samih Jamal Al-Kuhani. Dan insyaAllah nanti akan disambung dengan akhir Al-Akh Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Husin Asgaf Bahlaika, yang mana beliau sebagai kakak kita tertua dan beliau sebagai orang tua kita pengganti daripada Sayyidil Walid di majlis ini. Nanti kita akan melanjutkan dan mendengarkan daripada ikhtitamul majlis yang akan disampaikan oleh beliau. Wal awal natasyaruf bikum wa nastami' minkum. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله على الاجتماعات المباركة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan yang penuh berkah ini insyaallah. Dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan dengan keberkahan kita berkumpul ini kita mendapatkan banyak kebaikan dan banyak keberkahan. Wa hadhur mithli fi mithl hadha al-majlis laysa min qabil al-takarrum bal huwa min qabil al-wajib alladhi 'alayk نحو الحبيب عبد الرحمن عليه رضوان الله ورحمته الله نسأل الله لبلي درجاته في الجنة وقد كان لنا نعمة سنة أول ما جينا إلى هذه البلاد عليه رحمة الله. Dan dia mengatakan sesungguhnya hadirnya kita dalam rangka untuk memperingati satu tahun beliau meninggal atau untuk kita membacakan tahlil dan bacaan-bacaan daripada amal-amal soleh yang lainnya kepada beliau itu merupakan kita mengambil berkah, namun merupakan kita wajib untuk menghormati daripada orang tua guru-guru kita semuanya. Dan beliau mengatakan Al-Faqih yaitu Syekh Sameh nyampe pertama kali di Indonesia ini melalui perantaranya sebab-sebab daripada beliau yaitu almarhum Al-Habib Abdul Rahman. Wa tadhakkar yawm dhahalat ila hadha al-makan ayyam safat bainana wa bainuh majalis jalasnaha fi hadha al-makan fi khalf al-rubat fi jiha al-ukhra arafna fiha athar tarbiyat al-shuyukh wal-Habib Abdul Rahman alladhi kan إذا تأتي في آخر الليل تجده في المحراب، إذا تأتي في وقت العلم تجده في التعليم، إذا تأتي في وقت الدعوة تجده يواصل المسافات. أول ما جيت كنت أستغرب كيف في هذا السن وهذا عنده شيء من الأمراض، يوم جيت إلى هنا ويسافر من مكان إلى مكان ويقضي ساعتين والثلاث والأربع من المجلس إلى مجلس، وكان لذلك أثر في تعلمي في هذه البلاد وما يدور فيها من آثار أهل الخير وآثار أهل النور ورجال الله الذين تقدموا في هذه الأرض وكان الحبيب عبد الرحمن واحد من خلفائهم. Dan beliau mengatakan dan menceritakan bagaimana pengalaman pertama yang indah di waktu-waktu pertama kali beliau datang dan disambut dan menjadi sebab musabab tersebut tak lain yaitu Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman. Dan tatkala beliau sampai di sini beliau banyak menemukan daripada pendidikan-pendidikan yang mulia yang tidak jauh berbeda daripada yang ada di Yaman sana. Karena beliau Al-Habib Abdul Rahman mengambil guru-guru sanad beliau daripada guru-guru besarnya yang ada di daerah Yaman ataupun Jazirah Arab sana. Dan beliau menemukan banyak tatkala beliau duduk di waktu-waktu taklim, di waktu-waktu majlis di tempat sana ataupun di tempat taman situ ataupun di masjid ini di waktu-waktu rohah seperti sekarang ini, beliau banyak menemukan daripada apa yang didapatkan daripada guru-gurunya seperti yang ada di Yaman sana, baik daripada kerohaniannya ataupun daripada ilmu dan fawaid hikmah mau'idhah ataupun yang lainnya. Dan beliau juga sangat mengambil banyak manfaat tatkala beliau menyaksikan sendiri waktu beliau Syekh Sameh tinggal di sini kurang lebih 2 minggu, yaitu beliau menyaksikan bagaimana Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman sebelum subuh sudah berdiri di masjid sini membangunkan para santri untuk qiyamul lail, untuk tahajud, untuk baca wirid, untuk baca Al-Qur'an. Begitu juga beliau menyaksikan bagaimana pada waktu taklim itu daripada para santrinya dikontrol satu persatu, halaqah demi halaqah dikontrol oleh beliau. Begitu juga yang membuat beliau heran bagaimana beliau mempunyai rutinitas aktivitas kegiatan dalam setiap satu bulan sekali yaitu dakwah keliling daripada daerah-daerah Indonesia daripada luar pulau bahkan pelosok-pelosok sampai masuk-masuk hutan dan beliau ikut bersamanya. Dan beliau sangat heran bagaimana di waktu yang sudah cukup tua ini di waktu mana beliau banyak penyakit namun beliau dengan semangatnya masih menyebarkan dan membagikan daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tak lain tak bukan daripada berkat guru dan guru beliau. وقد كان في اخر ايام في المستشفى ما تيسر لي بسبب بعض الاسفار اللي قابه فبقي في القلب كثير من الحصار، لكن يقولون أهل التربية أن اكترار الأحزان ليس من الوفاء. لا يظن الإنسان أنه إذا ذكر الناس وبكوا وتأثروا بمناقب السلام أو مناقب الأشياخ هذا من الوفاء. الوفاء الحقيقي القيام بإتقانه، الثبات على المنهج الذي ثبت عليه. كيف كانت أخلاقه؟ سعة خاطر للكبير والصغير، ابتسامة مشرقة تراها من بعيد تستانس بها، دعوات يرفع بها يده لكل من جاء إلى طالب ذلك، إجابة لكل دعوة يدعى إليها في بعيد أو في قريب يذهب، علم عمل قيام آخر الليل. هذا الذي نحن نحتاج أن نتعاون مع أحبابنا هؤلاء. بارك الله في الحبيب أحمد وفي إخوانه وجعلنا وإياهم إن شاء الله ممن يفرح هؤلاء المشايخ في فراسخهم، لأن الصلة بين أهل الأحياء والموت ما تنقطع. قال الله لنا في القرآن هذا بنص القرآن، يا
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. إيش وصفهم يا رب؟ قد يأسون إلى الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. أما أهل الإيمان ما في انقطاع، أخبارهم أخبارنا تصلهم، ولو كان الإنسان سراج قوي بلا إله إلا الله فيصل أخبارها للبرزخ. كان يقول كان يقول الحق عبد القادر بن أحمد يذكر عليه رحمة الله من أشياخ حبيب بن عبد الرحمن، كان يقول ليلة من الليالي واحد من كان يعتاد معه من الحبايب يحضر مجلسه دائما، توفي هذا الحبيب. واحد من أولاده ليلة من الليالي رأى والده في النوم. قالوا كان يكلمنا فقلت له أنا الآن بستيقظ وأذهب إلى الدرس عند الحق عبد القادر في بيته. قال له عمر خذ الكلام مني، عمك عبد القادر ما هو موجود اليوم راح إلى مكة. قال فاستيقظت من النوم وفكر في الكلام هذا وبتأكد من تحقيق الرؤية. قال جيت إلى البيت وإذا الباب بنتو هذا توتو، ايش السبب؟ قال الحبيب راح الى مكه. قال قد اخبرنا بالنوم. صار الخبر الى اهل البرزخ وصل قبل ما يصل الى اهل الحياه الدنيا. وهكذا الشان. فنحن نحتاج ان نسر قلوبهم بثبات على الذي كانوا علمنا من غيره. Yang mana beliau menyampaikan sesungguhnya tatkala kita bisa mengambil daripada banyak keuntungan daripada guru-guru kita di sini, ini bukan merupakan tatkala harus dengan ekspresi sedih, susah ataupun yang lainnya, karena beliau sendiri mempunyai banyak penyesalan karena di akhir-akhir hayat daripada hidupnya Sayyidi Walid Al-Mahum Al-Hayab Rahman, beliau Syekh Sami tidak mempunyai kesempatan untuk bisa menjenguk beliau tatkala Al-Hayab Rahman berada di rumah sakit karena banyak kesibukan. Maka hal tersebut merupakan suatu spirit motivasi untuk supaya kita bisa melunasi, untuk supaya kita bisa membayar daripada penyesalan-penyesalan tersebut, bukan dengan hal-hal yang dilarang dimurka oleh Allah, yaitu dengan penyesalan sedih, menangis, atau menyobek baju, ataupun yang lain yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan tersebut. Tapi justru halnya kita harus berkumpul di sini, tak lain tak bukan untuk mengambil bagaimana sejarah hidup beliau, bagaimana itu ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh beliau, bagaimana itu suri tauladan yang telah dipraktekkan oleh beliau, untuk supaya kita bisa mencontoh beliau, untuk supaya kita bisa meniru dan bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh beliau. Oleh sebab itu kata beliau, jika kuat hubungan kita dengan orang-orang tersebut daripada ahli wilayah, daripada orang-orang soleh, begitu juga faktor utamanya yaitu hati kita yang bersih, maka insya Allah kita pun juga bisa mendapat kabar dan terus sambung menyambung dengan mereka walaupun mereka sudah tidak hidup di atas muka bumi lagi, walaupun mereka sudah menjadi ahli barzakh, ahli kubur. Bahkan ketahuilah dan yakinilah bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan kita dalam sehari-hari, dalam setiap waktu itu dapat dilihat oleh mereka dan sampai kabarnya kepada mereka. Dan dikatakan daripada guru beliau yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakafiuddin, tatkala beliau di waktu akhir hayatnya itu ada seseorang yang sangat kuat daripada hubungannya kepada guru tersebut, maka tatkala ada seseorang mengatakan aku mau hadir daripada majelisnya Hayat Abdul Qadir, maka dibilang enggak, Hayat Abdul Qadir enggak ada di sini, Hayat Abdul Qadir sekarang lagi pergi ke Mekah. Maka tatkala disamperin datang ke majelisnya, maka memang ditemukan bahwa Hayat Abdul Qadir sudah tidak ada di rumahnya dan majelisnya waktu itu libur dan Hayat Abdul Qadir tidak ada di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa ada satu hubungan koneksi yang tidak dimiliki oleh yang lainnya daripada hati yang bersih kepada gurunya. Oleh sebab itu kata beliau, mari jadikan perkumpulan ini sebuah motivasi, dan alhamdulillah ada daripada anak-anak beliau khususnya yaitu Ahmad, begitu juga daripada santri-santri dan para guru daripada murid-muridnya yang mengambil ilmu daripadanya. Jangan sia-siakan daripada ilmu yang telah diberikan oleh beliau, hendaknya kita mengamalkan dan menyebarkannya seperti hanya beliau senantiasa selalu semangat dalam berdakwah menyebarkan ajaran Nabi Muhammad. Wa insyaAllah tabqa hadhihi al-athar wa tamtad. Mudah-mudahan daripada barokah beliau akan senantiasa selalu menetap di hati kita di tempat ini dan akan senantiasa selalu menjadi banyak untuk kita khusus. Fa'arafna akhina Ahmad wa akhina Umar wa sa'afarna ma'al-akh Umar marrat wa karrat fi anha'an Indonesia fa'ra'ayna insyaAllah athar tarbiyat al-Hayy Abdul Rahman fihim wa fi baqiyat ikhwanihim Baqir wa Abdullah wa insyaAllah yubarik Allah fihim wa fi ikhwanihim fi akhawatihim wa fi awladihim wa fi tulabihim wa yabqa hadha al-khair muttasil insyaAllah ila yawmil qiyamah. Mudah-mudahan daripada keberkahan Sayyidi Walid itu tetap kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kepada anak-anaknya khususnya yaitu Sayyid Ahmad, itu juga Al-Fakir, dan itu juga daripada Bagir Abdullah dan semuanya daripada anak-anaknya dan murid-muridnya mendapatkan keberkahannya insyaAllah. Ufi akhina hamid, ufi kulli al-ahbab insyaAllah jim'i. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahannya.
dan mendapatkan ilmunya, manfaatnya, akhirat dan dikumpulkan bersamanya nanti. Ya Rabbi zil hadhihi sa'ah, bizil hadhihi lahzah, wa hadha al-makan alladhi hadarna bihi ma'a as-salihin. As'aluka Allahumma an tu'li darajat al-habib Abdurrahman wa tukaththir madhubatihi wa tu'li darajatihi wa tatakhashah bi wasi' ar-rahma wal maghfira wa tubalighu min hadhihi sa'ah من أذكارنا وحضورنا ما يسر قلبه وخاطره وما يسر قلب أسلافه وخواطره وما يسر قلب سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. فلا ننصرف إن شاء الله من هذا المجلس إلا بقبول كامل حسي ومعنوي وابتداد لآثار الخير والبركة التي نواها الحبيب عبد الرحمن ونواها والده ونواها أشياخه ونواها أحبابه وما طلبه وما رجاه وما توجه هو إلى الله. أسألك اللهم أن تحقق ذلك فينا وفي أحبابنا هؤلاء وفي من يأتي من بعدهم من أولادهم ومن تلاميذهم ومن سيأتي من طلبة العلم. عمر اللهم هذا الرباط مع أهل إحياء السنة بما يرضيك وما يفرح قلب حبيبك واجعله محمور بالنيات التي نواها الحبيب عبد الرحمن واشياخه الى عند سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. واجعلها ساعة صلاة ساعة عطاء وساعة فيض وساعة رحمة تتغشاها وتتغشى من جاور من اهل هذه المقبرة وهذا البرزخ. أعلي درجاتهم وكثر مذوباتهم وضاعف حسناتهم وسرهم اللهم في برازخهم ولا تبلغهم من اخبارنا ما يسرهم ولا تحملهم من اوزارنا ما يلومهم. اجعلها ساعة اتصال وبارك في الحبيب احمد واخوانه وعلي درجات والدهم واعد ان شاء الله علينا وعليهم بركاته وهمته في دعوة وهمته في تعليم وهمته في العبادة وهمته في الطاعات. اجعلنا اهلا لكل عطاء وبارك لنا فيما بقي من ليالي شعبان وبلغنا رمضان واطل الاعمال فيما يرضيك وما يحب حبيبك ومصطفاك ظاهر وباطن بخير وعافية وعافية. الله 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 الله.